حالة من الهلع انتابت السياح والأهالي في جزيرة لومبوك الإندونيسية جراء زلزال قوي. عشرات القتلى والجرحى سقطوا وآلاف المباني تضررت خلال الزلزال الذي وصلت قوته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وأعقبته هزات ارتدادية عدة. ومنذ وقوع الزلزال يواصل عمال الإنقاذ في إندونيسيا البحث عن ناجين في المناطق الأكثر تضررا. وقوع هذا الزلزال يأتي بعد أسبوع من هزات بقوة 6.4 ضربت الجزيرة وأسفرت عن مقتل 17 شخصا وإلحاق الأضرار بالمباني. وتقع إندونيسيا في منطقة ذات نشاط متزايد للبراكين والزلازل في المحيط الهادئ يطلق عليها حزام النار.